صالح هو الرب، حصن في يوم الضيق، وهو يعرف المتوكلين عليه. أهلا بحضراتكم مرة تانية، وبرحب بيك مرة تانية دكتور. أهلا وسهلا. وخلينا ندخل للأصحاح، لكن من خلال معرفة سريعة جدا لسفر نحوم ولشخصية نحوم. سفر نحوم بيعتبر من الأسفار النبوية، ونحوم نفسه هو نبي بنعتبره من الأنبياء الصغار. وزي ما معظم الناس عارفة، الأنبياء الصغار اللي هي نبوتهم وعدد إصحاحاتهم صغيرة. عدد إصحاحات سفر نحوم هي 3 إصحاحات. نحوم من اللي هو كاتب هذا السفر، وكتبه سنة 663 قبل الميلاد. وكانت متوجه السفر دوت لمدينة كلنا عارفينها، هي مدينة نينوى. نفس المدينة اللي كان متوجه النبوة فيها ليونان. صحيح. بس الفرق ان يونان راح برجليه لغاية المدينة، لكن نحوم كتب رسالة دينونة لنينوى وهو قاعد في أورشليم. فنفس الفكرة، لكن الفرق بينهم كان حوالي 100 سنة. ما بين اليونان النبي وما بين نحوم.